بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 80 من سلسلة دروس كتاب اللباب، شرح متن الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع للمبيع ولاقد الثمن على البائع. نعم. ولنا عندي سؤال من الدرس السابق. تفضل. هذه العبارة: وإنما بطل بيع ما في التمر والقطن، هذه العبارة أنا لا أفهمه جيد. الله، جيد. وإنما بطل بيع ما في تمر وقطن وضرع وما هو على حنطة، يعني التبن. الآن انتبه علي. أول شيء، الشيخ ماذا قال؟ قال: يجوز بيع الحنطة في سنبلها، الحنطة في السنبل. والباقلة في قشره، والأرز في قشره، إلى غير ذلك. لماذا قلتم يجوز بيع الحنطة في السنبل والشعير في السنبل والباقلاء في قشره، وقلتم لا يجوز أن نبيع التمر، عفوا النوى في التمر؟ إنسان عنده مثلا 1000 كيلو تمر، لماذا لم تقولوا يجوز بيع النوى الموجود في التمر؟ ولماذا لم تقولوا يجوز أن يباع البزر الذي في القطن؟ ولماذا لم تقولوا يجوز أن يباع اللبن الذي في الضرع؟ ما الفرق بينهما؟ إلى هنا واضح؟ نعم. الجواب يقول الشيخ، الجواب قال: في العرف النوى الموجود في التمر هذا عرفا معدوم وهالك غير موجود، بدليل أنك تقول: كم هذا التمر، هذا التمر الذي عندك كم ثمن الكيلو، ولا تقول هذا تمر، ولا تقول هذا نوى في تمر. ففي العرف نطلق التمر على التمر مع النوى، ولا نقول هذا نوى في تمر وهذا حب في قطن وهذا حليب في أو لبن في ضرع، إنما نقول هذا ضرع، ونقول هذا تمر، ونقول هذا قطن. فنطلق كلمة التمر على التمر وعلى النوى، فدل هذا على أن النوى في العرف موجود أم معدوم؟ معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز. فهمت؟ نعم، ولا فهمت، الحمد لله. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وأجرة الكيال، يعني الذي يكيل. أنا اشتريت منك مثلا 1000 مكيال من القمح، كان في الماضي وإلى الآن حتى عندنا في الشام يوجد موازين ضخمة تسمى القبان، يوضع عليها يزان بالطن وطنين وثلاثة. هذه إنسان يقتنيها ويجلس في السوق، سوق الخضرة، سوق البضاعة، يعني سوق الفاكهة التي تباع إنسان يشتري 100 كيلو 200 كيلو 500 كيلو، توضع على هذا القبان. فهذا القبان إنسان يملكه، تأتي أنت في البضاعة تضعها عليه فيوضع، يطلع يظهر المؤشر، هذا له أجرة. من الذي يدفع أجرة هذا الكيال، أجرة الوزان، أجرة العداد الذي يعد؟
وأجرة الزراع الذي أنت اشتريت الآن أرض تحتاج إلى من يزرعها، بمعنى من يقيس كم ذراع هي، من الذي يدفع أجرة هذه الأشياء كلها؟ أجرة الكيال والوزان والعداد والذراع للمبيع وناقد الثمن. إيش ناقد الثمن؟ ماذا يعني ناقد؟ اكتب عندك الناقد هو الخبير الذي يميز النقود المزيفة من الجيدة. هذا موجود في كل الأسواق. كان المكان في الماضي تباع بضائع بالدراهم والدنانير، أنا أعطيتك 100 دينار، تأخذها أنت، البائع والمشتري يذهبان إلى الناقد، ينظر لهذه الدنانير، يقول هذه دنانير جيدة، هذه دنانير مزيفة، بالنظر هذا يأخذ أجرة، هذا يأخذ أجرة. فأجرة ناقد الثمن هذا ما سبق كله أجرته على من؟ قال على البائع. البائع هو الذي يدفع، يعني إذا باع المكيل مكايلة، باع الموزون موازنة إن صح التعبير، باع المعدود عددا، واحتاج الأمر إلى أجرة الكيال والوزان والعداد، فهذه الأجرة كلها على البائع. لماذا كانت الأجرة على البائع؟ ليه؟ قال لأن الواجب عليه هو الآن أن يسلم هذا المبيع، والتسليم واجب عليه، وما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب، ولا يحصل تسليم المبيع إلا بالكيل، إلا بالكيل، فكان يجب عليه أن يكيل كي يسلم هذا المبيع للمشتري، فكان أجرة الكيل عليه لا على المشتري. لذلك قال الشيخ: أما الكيل والوزن والعد والزرع فلا بد منه للتسليم، تسليم المبيع للمشتري. قال: وهو أي تسليم المبيع على البائع. وأما النقد، نقد الثمن، النقد للثمن، وقلنا إيش يعني النقد؟ النقد أحبابنا انتبهوا ليس الدفع. تقول أنا بعتك نقدا يعني عاجلا حالا، لا، ليس هذا المراد، كما قال كما فهمه البعض فهما خطأ. النقد هنا معناه كما قلنا ذلك الرجل الخبير الذي ينقد، يفحص، يفتش، يميز الصالح من الفاسد. قال: وأما النقد فالمذكور بأن أجرة ناقد الثمن على البائع، فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد، رواية ابن رستم عن محمد. قال: لأن النقد، لماذا كان النقد على البائع؟ قال: لأن النقد يكون بعد التسليم، لأن التسليم أحبابنا إنما يكون تسليم النقد، تسليم الفلوس يكون بعد الوزن، بعد الوزن. اي نعم، وبالوزن، بالوزن اي نعم يحصل التسليم، فيكون البائع هو المحتاج الى النقد، محتاج الى المال ليقوم بنقده. لماذا يحتاج الى النقد البائع؟ من اجل ان يميز، من اجل ان يميز هذا الذي حصل بين يديه، هل هو صحيح أو غير صحيح، ليعرف المبيع، عفوا الفاسد المعيب من غيره، ليعرف المعيب الفاسد من غيره. فإذا تعلقت مصلحته بالتمييز، فلذلك كانت أجرة النقد عليه. هذه رواية ابن رستم عن محمد. هناك رواية ثانية، قال في رواية ابن سماعة عنه، رواية ابن سماعة عن محمد على المشتري، رواية ثانية أن أجرة النقد على المشتري. ليه؟ قال: لأن المشتري يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر، والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن. نعم، فيكون عليه، فيكون النقد عليه على المشتري. نعم،
ولكن عند التدقيق أحبابنا، عند التدقيق نجد أن كأن رواية ابن رستم ينبغي أن تقدم على رواية ابن سماعة، لأنه قد يكون هناك تواطؤ بين المشتري وبين الناقد. أما إذا كان الناقد البائع فلن يكون هناك تواطؤ بين الناقد والبائع، أن البائع يريد أن يأخذ الجيد فلا يحتاج إلى تواطؤ. على كل، وفي التصحيح قال في المحيط: وأجرة الناقد ووزن الثمن على المشتري وهو الصحيح. وقال قاضي خان: والصحيح أنه يكون على المشتري على كل حال، على كل حال. كيف يعني على كل حال؟ يعني سواء كانت الدراهم منقودة أو غير منقودة، يعني سواء قال المشتري للبائع: هذه الدراهم لا تحتاج إلى نقد. ليه؟ قال: هي منقودة، أنا أخذتها من عند الناقد الفلاني وأخبرني بأنها دراهم جيدة ليست زائفة. في جميع الأحوال، في جميع الأحوال نعم، يلزم المشتري النقد ويلزمه دفع أجرة النقد وتكون عليه. هذا معنى قوله على كل حال، واعتمده النسفي. قال: وأجرة وزان الثمن على المشتري، يعني على فرض لو كان الثمن يوزن، أنا اشتريت منك مثلا، اشتريت منك مثلا 100 كيلو من حنطة ب100 كيلو من الشعير، أنا أدفع لك ثمن الحنطة شعيرا، فمن الذي يدفع ثمن أجرة وزن الثمن؟ من؟ المشتري. أجرة وزن المبيع على البائع. فإذا كان الثمن مما يوزن، إذا كان يعني تقدير الكلام الآن، وأجرة وزان الثمن إذا كان الثمن مما يوزن فهو على المشتري. ليه؟ لما بينا أنه أن المشتري هو المحتاج إلى تسليم الثمن، وبالوزن يتحقق التسليم. تسليم يعني البضاعة هداية. قال: ومن باع سلعة حاضرة. تفضل يا أخي. هل نستطيع أن نقيس هذا الحكم على حكم شراء سيارة مستعملة في زمننا هذا؟ تمام تمام. نأتي بناقد الآن ينقد، يعني الذي يأتي بالخبير الذي يفحص هذه السيارة. أجرته على من؟ أجرته على من؟ نعم، هذه أجرته ينبغي أن تكون على المشتري، لأنه هو المحتاج إلى النقد. واضح؟ نعم. أو هنا في هذه المسألة يحكم العرف، يحكم العرف، بس الغالب يكون، الغالب يكون أجرته على المشتري، لأنه هو الذي يحتاج إلى استلام المبيع سالما. أنا ممكن سؤال؟ فضل يا شيخ. قولان، هل هما مصححان مولانا؟ رواية ابن رستم طبعا مولانا مصحح، وإلا لم يذكره القدوري في متنه، ولكن الظاهر أن الراجح ما ذكره في التصحيح. تمام شيخنا؟ شكرا مولانا. قال: من باع سلعة حاضرة غير مشغولة. ماذا يعني غير مشغولة؟ يعني غير مشغولة بحق آخر، غير مشغولة بحق
غير البائع، كأن تكون مثلا، كيف تكون مشغولة؟ كيف تكون مشغولة؟ كأن تكون مثلا أنا بعتك حصة من عقار، حصة من أرض، حصة من بيت، وهذا البيت غير مفرز، هذه الأرض غير مفرزة. هنا قال من باع سلعة حاضرة غير مشغولة هي خالصة للبائع، بعتك هذا القلم وهذا القلم كله لي لا شريك معي في هذا القلم، ومن باع سلعة بثمن حال، والثمن هنا طبعا أحبابنا يعني دراهم أو دنانير أو فلوس، بثمن حال، اكتب عندك المراد بالثمن هنا الدراهم والدنانير، قيل للمشتري ادفع الثمن أولا. لماذا ادفع الثمن أولا؟ قال لأن حق المشتري تعين في المبيع، المبيع هذا أحبابنا يتعين بالتعيين. يعني كيف يتعين بالتعيين؟ أنا دخلت، انتبه علي أحبابنا، هذه عبارة ترد معنا كثيرا لابد أن نفهمها. أنا دخلت إلى دكان أبيع أقلام، فقلت له أريد هذا القلم بكم؟ أخذت جربته كتبت به أعجبني، هذا القلم بكم؟ ووضعته أمامه، قال هذا القلم بدرهم، فهذا القلم تعين مبيعا لي، تعين مبيعا لي، تعين بالتعيين، فأعطيته درهما، أعطيته درهما قبل أن أقبض القلم، فإذا بلص يأتي ويسرق القلم ويمضي، فيأتي هذا الرجل ويعطيني قلما آخر مثله، أقول له لا أنا لا أريد مثله، أريد هذا القلم، أريد هذا القلم، تعين حقي بهذا القلم، وإلا أعطني فلوسي، تعين حقي بهذا القلم، يتعين بالتعيين. البائع لا يملك أن يعطيني قلما آخر أو يعطيني شيء آخر، يتعين بالتعيين. أما الفلوس الدراهم الدنانير لا تتعين بالتعيين، بمعنى قلت لي أنت ما في فلوس، فيه ها مثلا 2 جنيه، قلت لي أنت كم ثمن هذا القلم؟ بيعني، قلت لك أنت بيعني هذا القلم بهذين 2 جنيه، بهذين الجنيهين، ووضعتهم أمامك، قلت لك هذان الجنيهان هما ثمن هذا الدرهم، ثمن هذا الدرهم، هذا القلم، هذا القلم. فجاء إنسان فقير، فأخرجت أن هذين الدرهمين وأعطيتهم لهذا الفقير، فأخرجت غير هذين الجنيهين من جيبي وأعطيتك ثمن القلم، هل تملك أنت أن تقول لا أنا لا أريد، أريد الجنيهين السابقين؟ لا، ليس لك ذلك. الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين، لا يصبح أنا ملزم علي أن أعطيك ما عينا، لأن هذه الدراهم والدنانير أحبابنا انتبه علي لهذا الكلام، هذه الدراهم والدنانير تسمى ديون، تسمى ديون، والدين أين يثبت؟ في الذمة ولا يثبت في الخارج. الدين يثبت، كيف يعني دين؟ لاحظ كيف لماذا نسمي الدرهم والدنانير دينا ديونا؟ لماذا؟ انتبه علي، أنا عندما أقول لك بعتك هذا القلم بدرهم تقول لي قبلت، بمجرد ما قلت لي قبلت انعقد البيع وصار لي في ذمتك درهم، فتخرج هذا الدرهم من جيبك وتعطيني، فيسمى هذا الدرهم دينا. ليه؟ لأنك قبل أن تخرجه ثبت هذا الدرهم أين؟ في ذمتك، فهو دين. فالدراهم والدنانير تسمى ديونا، واضح؟ وتسمى دراهم ودنانير،
والدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين بخلاف باقي السلع. في سؤال حول ما ذكرته لكم الآن؟ هذا بخلاف ما لو كان الثمن سلعة. لو أنا مثلا بعتك هذا السواك بهذا القلم، كلاهما يتعين بالتعيين، كلاهما يتعين بالتعيين. فهمنا إذن الآن الفرق بين الثمن إذا كان درهما ودنانيرا. لذلك قلت لك المراد بالثمن هنا إيش؟ الدرهم والدنانير. وفهمنا الآن الفرق بين الدرهم، بين الثمن الذي هو درهم ودنانير حيث لا يتعين بالتعيين، وبين الثمن إذا كان سلعة فإنه يتعين بالتعيين. وفهمنا الآن معنى قول الفقهاء الدراهم والدنانير ديون. فهمنا لماذا تسمى ديونا. لا أريد أن أسأل عن هذا المعنى في قادم الأيام، لأنها سترد معنا، سيتكرر ذكرها. الآن يقول الشيخ رحمه الله: ومن باع سلعة حاضرة غير مشغولة بثمن حال قيل للمشتري ادفع الثمن أولا. ليه؟ قال لأن حق المشتري بالسلعة يعني تعين في المبيع، لأن المبيع يتعين بالتعيين، فيتقدم دفع الثمن ليتحقق حق البائع بالقبض، لأن الثمن يعني إذا كان دراهم أو دنانير لا يتعين بالتعيين قبل القبض. يعني الدراهم والدنانير إنما تتعين بالقبض لا بغير. قيدنا السلعة بالحاضرة، قال من باع سلعة حاضرة، قيدنا السلعة بالحاضرة وغير مشغولة بالحاضرة وغير مشغولة، قيدها بقوله غير مشغولة. ليه؟ الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأنه إذا كانت يعني السلعة غائبة أو كانت السلعة مشغولة لا يؤمر المشتري بدفع الثمن إلى البائع حتى يحضر البائع السلعة أو يفرغها من سائر الحقوق كما في الفيض. طبعا يدخل أحبابنا في هذا، يدخل في قوله أو مشغولة، يدخل في الشغل بحق الغير لو كانت الدار مؤجرة. أنا بعتك دارا بألف درهم، قبلت فطالبتني أنت بالثمن، فقلت لك على مهلك أرني الدار، فإذا هي مشغولة مؤجرة فليس للبائع أن يطالبني بالثمن حتى يفرغ لي الدار من المستأجر، لأن ما قبضت الدار، الدار مشغولة الآن بحق الآخر، مشغولة الآن هنا. فإذن لا، ليس للمشتري أو للبائع عفوا أن يطالبني بالثمن. طبعا هناك تفريعات أخرى على هذه المسألة، نكتفي بهذا المقدار. المهم المسألة صارت واضحة إن شاء الله أحبابنا. في سؤال؟ قال: وقيدنا الثمن بالحال. ما قال من باع سلعة بثمن حال، لأنه إذا كان يعني الثمن مؤجلا لا يملك البائع منع السلعة لقبضه، يعني لأجل قبض هنا لا لأجل التعليل، لا يملك البائع منع السلعة لقبضه يعني لأجل قبض الثمن، لا يملك البائع أن يمنع السلعة عن المشتري من أجل أن يقبض الثمن، لأن ابتداء الأجل من قبض السلعة. ابتداء الأجل يعني انتبه علي أخي، أنا بعتك هذا القلم بخمس دراهم، قلت لي بعني هذا القلم بكم؟ قلت لك بخمس دراهم. قلت: هل تبيعني هذا القلم بخمس دراهم أعطيك ثمنه بعد شهر؟ قلت لي لا مانع. ومكث القلم عندك أسبوعين
شهرا، بعد شهر جئت قلت لك أين القلم الذي اشتريته منك لمدة شهر؟ قلت لي هذا هو القلم فأخذته أنت. الآن بدأ الأجل، الآن بدأ الأجل، ابتداء الأجل من وقت قبض السلعة. فلذلك ليس لك أنت أن تمنع السلعة عني إذا امتنعت أنا، إذا كان البيع مؤجلا ليس لك أن تمنع السلعة، بل تعطيني السلعة كي يبدأ الأجل، لأن ابتداء الأجل من قبض السلعة كما مر يعني معنا. قال فإذا دفع المشتري، فإذا دفع المشتري الثمن قيل للبائع سلم المبيع، لأنه لأن البائع ملك الثمن بالقبض فلزمه تسليم المبيع. وإن سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن، وإن سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن ليس له أي للبائع أن يسترده، أن يسترد المبيع. بمجرد ما قبض المشتري المبيع ليس للبائع أن يسترده، سواء قبض الثمن أو لم يقبضه. ومن باع سلعة بسلعة، قلما بممحاة، باع مثلا كراسة بسبحة مثلا، سلعة بسلعة، ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن، باع درهما بدرهم، دينار بدينار، أو ثمن أو درهم بدينار، قيل لهما سلما معا، قيل للبائع والمشتري، قيل لهما للبائع والمشتري سلما معا. لماذا سلما معا؟ قال لاستوائهما في التعيين، استواء البائع والمشتري في تعيين، في التعيين، في التعيين. فإذا استويا في التعيين لا حاجة إلى تقديم أحدهما على الآخر في الدفع، فيدفعان معا، يسلمان معا. وهذا الآن الكلام الذي سيذكره أحبابنا هام جدا، انتبه عليه، انتبه على هذا الكلام الأخير. قال ثم التسليم، التسليم يعني في المبيع وفي الثمن حتى ولو كان البيع فاسدا، التسليم في المبيع والتسليم في الثمن ولو كان البيع فاسدا، إنما يكون بالتخلية، بأن يخلي المشتري بين الثمن وبين البائع، وأن يخلي البائع بين السلعة وبين المشتري، يكون بالتخلية على وجه يتمكن. من الذي يتمكن؟ لا، الذي يتمكن مريد الاستلام، سواء كان مشتريا أو بائعا، بحيث يتمكن من القبض بلا مانع، يعني بأن يكون هذا الثمن مفرزا غير مشغول بحق، أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق بلا مانع ولا حائل، لأن التخلية قبض، لأن التخلية قبض حكما. متى تكون التخلية قبضا حكما؟ انتبه. قال لو، يعني بشرط، لأن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة. واضح؟ لو كان يملك ذلك القبض مع القدرة عليه بلا كلفة. طبعا وهذا أحبابنا هذا يختلف باختلاف المبيع، باختلاف المبيع. فمثلا أعطيك مثال، بضاعة ما في مستودع ما مثلا، فدفع البائع المفتاح إلى المشتري، إذا أمكن المشتري فتح باب المستودع بلا كلفة كان استلام المفتاح قبضا للمبيع، مكنه، مكنه. إيه نعم.
كذلك إنسان عنده مثلا غنم في أرض في مرعى، باعه مثلا 20 رأسا من الغنم، وكان المشتري يراهم ويشير إليهم فقاله بعتك هذه الأغنام، فهو يراها ويأخذ ويقول له اقبضها، فمجرد الإشارة إليها والمشتري قادر على أخذها فهذا قبض، فهذا قبض إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. قال وتمامه في حاشية شيخنا. وهذا الموضوع أحبابنا فيه طبعا كلام طويل كذلك الفقهاء، ولكن هذا المقدار أظنه كاف لنا الآن. شرع الآن الشيخ في باب خيار الشرط، قدمه على باقي الخيارات. إذن في عندنا أكثر من خيار، خيار الشرط، عندنا خيار المجلس، عندنا خيار الرؤية، عندنا خيار العيب، عندنا خيار التعيين، عندنا أيضا سيأتي معنا. قدمه على باقي الخيارات، قال لأن خيار الشرط يمنع ابتداء الحكم. البيع له حكم. ما هو حكم البيع؟ من منكم يعرف حكم البيع؟ من يعرف حكم البيع؟ المشتري يملك العين، البيع يملك الثمن. أيوة، إذا الحكم البيع، حكم البيع هو أن يملك البائع الثمن وأن يملك المشتري المبيع، هذا حكم البيع. أن تنتقل العين إلى ملكي أنا المشتري، وأن ينتقل الثمن لك أنت أيها البائع، هذا هو حكم البيع. فخيار الشرط يمنع ابتداء، انتبه، ابتداء انتقال ملكي العين إلى المشتري، ويمنع انتقال ملك الثمن إلى البائع. إذا قدمه على باقي الخيارات لأنه يمنع ابتداء الحكم، أو هنا قال ضبطها ابتداء الحكم، وها أفضل، صحيح، الأفضل أن نقول ابتداء، يمنع ابتداء الحكم، تمام، هذا أفضل، أفضل ضبطه هكذا، لأنه يمنع ابتداء الحكم. وعقبه بخيار الرؤية، يعني ذكر عقيب خيار الشرط خيار الرؤية. ليه؟ إذا أحبابنا هذه تقرأ هكذا، لأنه يمنع ابتداء الحكم وليس ابتداء الحكم. قال وعقبه بخيار الرؤية لأن خيار الرؤية يمنع تمامه، يمنع تمام الحكم الذي هو الملك كما قلنا. وأخر خيار العيب لأن خيار العيب يمنع لزوم الحكم، لزوم الملك، لزوم الملك. وتمام الكلام عليه مبين في الدرر. قال خيار الشرط جائز. فهنا أحبابنا يعني لا بأس أن نقول بأن خيار الشرط، خيار الشرط تارة يكون فاسدا وتارة يكون جائزا وتارة يكون مختلفا فيه. خيار الشرط جائز بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه فيما لو قال بعتك هذا القلم على أني بالخيار 3 أيام، اشتريت هذا القلم على أني بالخيار 3 أيام، فما دونها يومين أو يوم، هذا جائز بالاتفاق. فاسد بالاتفاق
فيما لو قلت لك بعتك هذا القلم على أني بالخيار أبدا أو أياما، اشتريت منك هذا القلم على أني بالخيار أبدا أو أياما، هذا الخيار فاسد بالاتفاق. مختلف فيه لو قال بعتك هذا القلم على أني بالخيار عفوا شهرا أو شهرين، فهذا فاسد عند أبي حنيفة، لأن أكثر الخيار عند أبي حنيفة 3 أيام. جائز عند الصاحبين كما سيأتي معنا، لأنهما يقولان إذا ذكر مدة معلومة، على تفصيل سيأتي معنا الآن. إذن خيار الشرط تارة يكون فاسدا اتفاقا، وتارة يكون جائزا اتفاقا، وتارة يكون مختلفا فيه. قال خيار الشرط جائز، ما حكم خيار الشرط؟ أنه جائز، جائز في صلب العقد، يعني بعتك هذا القلم على أني بالخيار، اشتريت هذا القلم على أني بالخيار، هذا خيار الشرط في صلب العقد، في صلب العقد. أو بعده ولو بأيام، أنا اشتريت منك هذا القلم، اشتريت هذا القلم منك، وبعد سنة أنت البائع قلت لي أيها المشتري لقلمي من سنة جعلتك بالخيار 3 أيام، ما الحكم؟ صح الخيار بالإجماع بالاتفاق. إذن خيار الشرط جائز في صلب العقد أو بعده ولو بأيام بحق، أما قبله فلا يثبت، خيار الشرط قبل العقد لا يثبت. فلو قال جعلتك بالخيار في البيع الذي سأعقده معك 3 أيام، ثم بعد يومين 3 جمعة شهر سنة سنتين 3 اشترى زيد هذا القلم بدون خيار، هل يثبت له الخيار الذي أعطاه إياه البائع قبل سنة؟ لا يثبت الخيار. فهمنا أحبابنا؟ إذن فلا يثبت، تتار خانية. خيار الشرط جائز في البيع، جائز في البيع أي المبيع، جائز في المبيع كله أو بعضه. طبعا هنا لابد أن نبين خيار الشرط جائز في المبيع كله أو بعضه. اكتب عندك، ضروري هذا الكلام أن تكتبه عندك، شرط جواز الخيار في بعض المبيع، شرط جواز الخيار في بعض المبيع أن يكون المبيع متعددا، أن يكون المبيع متعددا. فإذا كان المبيع متعددا وشرط الخيار في شيء متعين من المبيع مع تفصيل في الثمن جاز الخيار، مع تفصيل في الثمن جاز الخيار. إذن الخيار في بعض المبيع جوازه ليس مطلقا، وإنما يجوز على النحو الذي بينته وذكرته لك. أولا إذا كان المبيع متعددا، ثانيا شرط الخيار في شيء متعين من المبيع، ثالثا تفصيل الثمن. كيف تفصيل الثمن؟ يعني بأن أقول لك بعتك هذه الأقلام 100 درهم، كل قلم بدرهم، فقلت أنت المشتري قبلت ولي الخيار في هذه الأقلام 10،
جاز الآن الخيار في بعض المبيع لأنه متعدد، وعينت الجزء الذي تجري فيه أجريت فيه الخيار مع تفصيل الثمن. فهمنا أحبابنا؟ هذا الكلام الذي أمليته عليكم ضروري أن تكتبوه كي تتم العبارة. قال: فالخيار للبائع إذن أحبابنا جائز، فالخيار جائز للبائع وحده. أنا مثلا بعتك هذا القلم، قلت بعتك هذا القلم ولي الخيار 3 أيام من البائع، أسترد القلم متى شئت، أفسخ البيع متى شئت. أنت المشتري قلت قبلت، قبلت قطعا. أنا فقط البائع الذي أستطيع فسخ البيع، أنت لا تملك فسخ البيع، المشتري لك قبلت وأنجزت. الآن على العكس، بعتك هذا القلم بدرهم، قلت أنت المشتري قبلت ولي الخيار 3 أيام. يملك المشتري في أي وقت خلال 3 أيام أن يفسخ العقد، ما لم طبعا ما لم يحدث تغييرا في المبيع يمنع من الخيار. فإذا خيار الشرط جائز للبائع وحده والمشتري أيضا وحده ولهما معا ولغيرهما، يعني لغير العاقدين، جاز شرط المشتري أو البائع الخيار لغيره، ويثبت الخيار للنائب وللمستنيب، للنائب وللمستنيب. فإن أجاز النائب أو المستنيب المنوب عنه أو نقض صح. فإن أجاز النائب مثلا البيع ونقض المنوب عنه أو المستنيب، ماذا نفعل؟ قال ننظر للأسبق، فالأسبق هو الذي ينفذ كلامه لعدم وجود المزاحم. فإن نطقا معا النائب والمستنيب، فماذا نفعل؟ قال ننظر الخيار لماذا شرع، لماذا شرع الخيار؟ للفسخ. فأيهما نقدم؟ الفسخ، لأن الخيار شرع لأجله، شرع لأجله. تمام أحبابنا؟ فضل يا أستاذ. أو قال المشتري لي الخيار، هل يعني للبائع رجوع عنه كذلك؟ قلت لك ليس له، إذا باع البائع السلعة قطعا ليس له أن يرجع، انتهى. لا يملك الرجوع عن البيع إلا من ملك الخيار، إلا من قال لي الخيار 3 أيام، غيره ليس له ذلك، ليس له ذلك غيره. قال: الخيار مدته 3 أيام فما دونها، يومين، يوم، ساعة. بعتك هذا القلم ولي الخيار لساعة 60 دقيقة، يصح. بمجرد ما مضى 60 دقيقة بطل خيار البائع، هو اختار لنفسه أن يكون خياره ساعة. والخيار مدته 3 أيام فما دونها. قال: وفسد عند الإطلاق، فسد خيار الشرط عند الإطلاق. كما قلت قبل قليل، الخيار 3 أقسام متفق عليه، جائز بالاتفاق وفاسد بالاتفاق. هنا فسد عند الإطلاق، قال بعتك الكتاب ولي الخيار، الخيار فاسد والبيع ناجز. بعتك الخيار الكتاب على أن الخيار لي أبدا أو تأبيد، كذلك يفسد هذا الخيار، يفسد الخيار عند إطلاق أو تأبيد، وهذا الفساد بالاتفاق. وفي جامع الفتاوى: ولو قال بعت إن رضي فلان، بعتك القلم إن رضي زيد، قال جاز إن بين وقت الرضا،
يعني إن وقته بثلاثة أيام فما دونها، بعتك هذا القلم إن جاء إن رضي زيد خلال يومين، يصح. وبه، وبه إيش يعني وبه؟ يعني وبقوله جاز، إن بين الوقت، اكتب هذا عندك في الهامش، وبه يعني بقوله جاز إن بين وقت الرضا ظهر جواب حادثة الفتوى. ما هي حادثة الفتوى؟ وهي باع إن رضي شفيعها، لا هكذا قال، من غير بيان وقت، بعتك هذه الأرض، هذه الأرض إن رضي شفيعها، فيكون قوله باع إن رضي شفيعها أي إن بين، يصح هذا إيش؟ إن بين وقت رضا الشفيع، فإن لم يبين وقت رضا الشفيع ما الحكم؟ ما صح البيع، ما صح البيع، تمام؟ لا يجوز. ثم قال ولا يجوز الخيار أكثر من ذلك عند أبي، أكثر من ذلك عن أكثر من إيش؟ من ثلاث أيام عند سيدي أبي حنيفة رضي الله عنه، لأنه ثبت، لأنه لأن الخيار ثبت على خلاف القياس، ثبت بالنص على خلاف القياس. القياس أنه لا يوجد خيار، بعت قبلت انتهى، لا يوجد خيار، ولكن ثبت الخيار على خلاف القياس، وما ثبت على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس. قال لأنه ثبت على خلاف القياس بالنص، فيبقى، فيبقى الباقي يعني ما فوق ثلاثة أيام الزائد على الأيام الثلاثة يبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ لزوم العقد، يبقى على الأصل الذي هو لزوم العقد. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يجوز أكثر من ذلك، يجوز خيار الشرط أكثر من ذلك، عندك أكثر من ذلك؟ مكتوب أكثر من ذلك؟ غير مكتوب، فهذه أكثر من ذلك زيادة. طيب، وقال أبو يوسف محمد يجوز في نسخة أكثر من ذلك، أي نعم، أو أكثر. وقال محمد أبو يوسف محمد يجوز إذا سميا مدة معلومة، سواء كان شهرا أو سنة أو أكثر. أما لو شرط الخيار أبدا فلا يجوز بالإجماع، وهذا ذكرناه قبل قليل. قال لأنه، لأن الخيار شرع للحاجة للتروي للتأمل وإعمال الفكر، أنظر هل هذا البيع ينفعني أم لا ينفعني، ليندفع به الغبن، وقد تمس الحاجة إلى الأكثر، إلى أكثر من ثلاثة أيام، إلى شهر، إلى سنة، فصار كالتأجيل في الثمن. فيجوز التأجيل في الثمن في قليل المدة وفي كثيرها، فكذلك يجوز الخيار في كثير المدة وفي قليلها، هنا فصار كالتأجيل في الثمن. قال في التصحيح، عفوا، قال في التحفة، قال في التحفة، والصحيح قول سيدي أبي حنيفة رضي الله عنه وعنا به، ومشي عليه المحبوبي، ومشى عليه المحبوبي وصدر الشريعة والنسفي وأبو الفضل الموصلي، ورجحوا دليله وأجابوا عما يتمسك به لهما. تصحيح. قال وخيار البائع ولو مع خيار المشتري يمنع خروج المبيع من ملكه اتفاقا،
هذه الفقرة في الحقيقة أحبابنا تستغرق لوقت، تحتاج إلى شرح وبيان. خيار البائع ولو مع خيار نقف عنده، وخيار هذه مسألة منفصلة، نقف هنا. وخيار البائع ولو مع خيار المشتري يمنع خروج المبيع من ملكه اتفاقا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.